منذ بداية هذا الشهر تم تسريح حوالي 400 عامل في صناعة التكنولوجيا الهايتك، وفي الأيام القريبة المنتظرة ستعلن شركة الألعاب العملاقة بلايتيكا عن تسريح 180 عاملاً آخر في البلاد. تضاف هذه إلى 3 شركات أعلنت إغلاقها وإنهاء توظيف عشرات الموظفين. وبحلول نهاية العام من المتوقع في قطاع الهايتك أن تكون هناك موجة تسريح العمال بدرجة كبيرة وتقليل الأنشطة وإغلاق الشركات. ومعنا للحديث عن هذا الموضوع دكتور رمزي حلبي، محلل سياسي وخبير اقتصادي ورئيس إدارة منظمة تسوفن. أهلا وسهلا بك دكتور رمزي. أهلا مرام. دكتور رمزي، عادة بنسمع مواضيع عن ازدهار في مجال الهايتك، عن إدماج المواطنين العرب للعمل في مجال الهايتك. اليوم عم نسمع عن تسريح عدد كبير من العمال والكل متفاجئ من هذا الخبر، ما هي الأسباب؟ أولاً صحيح، نحن في العشر سنوات الأخيرة كان في ارتفاع ملموس في عدد المهندسين والمبرمجين في مجال الهايتك اللي اشتغلوا في فرع الهايتك على المستوى القطري وأيضاً من المجتمع العربي. ونحن في تسوفن رفعنا عدد اللي يعني العاملين في هذا المجال، تقريباً وصلنا إلى حوالي 10,000 وتخطينا هذا العدد. هذه أخبار جيدة كانت. والآن نحن نرى تراجع معين في مجال الهايتك، أولا لأسباب عالمية. يعني إذا بنأخذ الأسباب العالمية بنشوف أنه هناك هبوط على الطلب في على منتجات الهايتك بسبب أزمة الكورونا وتراجع في الاقتصاد العالمي. وهناك أيضا سبب آخر وهو التخوف من ركود اقتصادي في إسرائيل وهبوط في الاستثمار. يعني هناك كثير من صناديق الاستثمار خفضت من الاستثمار في هذا المجال في إسرائيل. أيضا يعني محليا في أسباب أخرى، أولا التوجه إلى فروع أخرى بعد فترة الكورونا، وأيضا ارتفاع نسبة الفائدة، وكثير من المستثمرين يعني صاروا يشوفوا أن سعر المال عالي جدا، فهذا ينعكس سلبا على الاستثمار بالهايتك. وزي ما حكيتي في تراجع في العدد، وشفنا حتى أنه منذ بداية العام تقريبا كان في هبوط حوالي 30% بالطلب على العاملين في الهايتك في وظائف متنوعة. يعني إحنا لا نتحدث هنا عن أزمة محلية عابرة، بل أزمة تلقي بظلالها أيضا على العالم بشكل عام، صحيح؟ نعم. يعني كما تعلمين نحن نعيش في عصر العولمة، وما يحدث في أوكرانيا وروسيا وما يحدث في أمريكا وأوروبا يؤثر على الاقتصاد المحلي. لسبب هذا، وخاصة قطاع الهايتك اللي هو لا يعرف الحدود. قطاع الهايتك هو قطاع الاستثمار، بنشوف انه في شركات ستارت اب، في شركات تعمل في بورصة تل أبيب وفي نفس الأثناء في بورصة وول ستريت في تل أبيب. لذلك الأجواء العالمية والتراجع في الاقتصاد العالمي ينعكس بشكل خاص على فرع الهايتك، بينما يمكن أن يؤثر أقل على فرع المواصلات أو البناء أو آخر. يعني فرع الهايتك هو معرض أكثر للتأثير على المستوى العالمي. وشفنا أيضا أنه كثير من الاستثمار في مجال الهايتك يأتي من شركات عالمية، وهذا سبب التراجع. هناك من يقول، وتقرير بنك إسرائيل يقول بأن هناك نوع من يعني خلينا نسميه الرسوخ او المتانه في الاقتصاد الاسرائيلي، خاصه في مجال الهايتك. ممكن انه خلال فتره وجيزه نشوف انه في عوده الى النمو الاقتصادي. يعني تجاوز هذه الازمه ممكن جدا، يعني ما كان في جرس انذار لوجود هذه الازمه الكبيره في مجال الهايتك. يعني المرور من هذه العقبه ومن هذا التسريح واعلان الشركات للافلاس سيكون سهلا برايك بالنسبه للاقتصاد الاسرائيلي ولشركات الهايتك؟ نعم. يعني أنا كما ذكرت تابعت تقرير بنك إسرائيل. تقرير بنك إسرائيل بقول هذه فترة صعبة. نحن بنشوف أنه في نوع من المتانة في الاقتصاد الإسرائيلي ومحاولة إيجاد الأمور التي الثابتة أكثر من المجازفة والمخاطرة، خاصة في هذه الفترة بالذات. ويتوقع بنك إسرائيل أنه خلال فترة قصيرة يكون في عودة إلى النمو، ولكن بدون شك هذا أيضا يعتمد على سياسة الحكومة وسياسة بنك إسرائيل. يعني لا يمكن أن نترك قضية السوق فقط لتعمل وتقوم بمجراها. يجب أن يكون هناك دعم من قبل صناديق الاستثمار ومن قبل
الحكومة الجديدة ومن قبل بنك إسرائيل أن يشجع الاستثمار في هذا المجال، وخاصة في المجتمع العربي. نحن نعلم أن المجتمع العربي دخل إلى مجال الهايتك من أوسع الأبواب. يعني اليوم نحن بنشوف أنه نسبة عالية جدا من المهندسين والمبرمجين الجدد يأتون من المجتمع العربي، اللي ارتفع نسبة عالية منه في التعلم في مجالات الهايتك وخاصة في التخنيون. نعرف أنه اليوم 25% من اللي بيتعلموا سنة أولى كمبيوتر ساينس يأتون من المجتمع العربي. والأخبار الجيدة أيضا أنه 60% منهم بيجوا من شريحة النساء الصبايا اللي توجهوا لهذا المجال. فواجبنا نحن نستمر كلنا أنه نعمل على أن يكون استيعاب أكبر عدد وأعلى نسبة من المجتمع العربي في صناعات الهايتك، وهذا طبعا شيء مهم جدا لرفع مستوى الاقتصاد العربي في البلاد. طيب دكتور رمزي، يعني أنت عملت أيضا في منظمة سوفن لدمج الشباب العرب في مجال الهايتك، يعني الآن كيف ستؤثر هذه الأزمة على مجتمعنا العربي وعلى شبابنا؟ يعني هناك تسريح العديد من العمال، وأكيد من بينهم عرب، ويمكن أول من تم تسريحهم هم عرب، فكيف ستؤثر يعني هذه الأزمة على اقتصاد المجتمع العربي؟ طبعا اقتصاد المجتمع العربي من المعروف أنه مع الأسف الشديد هو اقتصاد ضعيف، هو الشريحة الاقتصادية الضعيفة في البلاد. ولكن عندما دخلنا إلى مجال الهايتك شفنا أنه هو نوع من الرافعة لرفع مستوى الاقتصاد العربي في البلاد. الآن نرى أن هناك بعد التباطؤ، بعد التراجع، وأقل في ركود اقتصادي معين، وفي طلب أقل على المهندسين والمبرمجين من المجتمع العربي. وطبعا هذا بالنسبة لنا يعني من ناحية واحدة نحن قلقون من هذا الوضع، ولكن علينا أن نهتم أكثر لتشجيع الشركات. والشيء المشجع في هذا الموضوع أنه هذا القطاع يعتمد على friend bring friend. يعني نحن بنعرف أنه الواقع اللي فيه أنه في عندنا أكثر من 10,000 مهندس ومهندسة عربية وعاملين في مجال البرمجة موجودين already في هذا القطاع وفي هذه الشركات، يمكن أن تشجع أكثر على استيعاب أكبر عدد منهم. وبقدر أقول لك أنه في الماضي كان في نوع من التحفظ من إدخال العرب إلى هذا المجال، والآن في معظم المجالات في معظم الشركات بالعكس ما في تحفظ، إلا في استعداد لاستيعاب المهندسين العرب. آمل أن مع بداية العام الجديد وارتفاع معين في النمو الاقتصادي في إسرائيل وعلى المستوى العالمي أنه نرجع إلى مسار النمو، إلى مسار الاستيعاب لأكبر عدد ممكن من المهندسين والمهندسات من المجتمع العربي. نعم، نأمل ذلك أيضا. شكرا لك جزيل الشكر دكتور رمزي حلبي، محلل سياسي وخبير اقتصادي وأيضا رئيس إدارة منظمة سوفن. شكرا لك. على العفو، إلى اللقاء.